بالأردن ضجت وسائل الإعلام بخبر تعرض طبيب للتهديد بطريقة مخيفة. الطبيب لقى على باب بيته بسكن الأطباء كفن أبيض ورصاصة عليهم ورقة مكتوب فيها اسمه. الناطق باسم الأمن العام بالأردن صرح لإذاعة الأمن العام أنه طبيب بمستشفى الرويشد تقدم بشكوى تعرضه للتهديد من قبل شخص مجهول عبر اتصال هاتفي، إضافة أنه التقى رصاصة ملفوفة بقطعة قماش بقلب المشفى. وأكد الناطق الرسمي باسم الأمن العام أنه المتهم سلم حاله بعد ما تم كشفه نتيجة البحث والمتابعة. ولكن مين يا ترى اللي هدده؟ مشاهدينا، اللي هدد الطبيب هو مدير المستشفى اللي بيشتغل فيه. الطبيب وبحسب وسائل الإعلام محلياً انتقد مدير المستشفى اللي شغال فيها واحتج بسبب استمراره بالشغل بالمشفى رغم بلوغه سن التقاعد، والمدير بادله الاحتجاج بالتهديد. هذا الرد صدم الشارع الأردني، تهديد بهي الطريقة ضمن فئة من الأطباء اللي بنظر المجتمع المفروض يكونوا أبعد ما يكون عن العنف، وصار في تفاعل من الأردنيين متنوع وإسقاطات على الواقع الأردني شارك فيها المتابعين. الطبيب بهاء رضاونة نشر بوست وحكى فيه عن حادثة تهديد مشابهة تعرض له وقال: أمام أحد محلات شاورما واحد تجاوز الدور، فلما طلب منه الطبيب أنه يصف مثله مثل الناس قال له: أنا ابن العشيرة الفلانية وحقك عنا فنجان قهوة. الطبيب توسع بكلامه ليحكي أنه كونه طبيب ما قدر يتصرف تصرف ينحسب عليه قدام المجتمع، وأن المجتمع الأردني عم يعاني من العنف وحالات القتل منتشرة لدرجة أنه ممكن تنقتل بالأردن بسبب مصف سيارة أو باكيت دخان، والسبب برأيه هو غياب القانون وعدم وجود عقوبة. تعليق بن عمر بيقول: تخيلوا انه هو الطبيب اشتكى للمركز الامني، غيره كان اختصر وما راح قدم شكوى وانتقل. ببساطه الموضوع هو نفسه فساد وترهل، واللي بفكر يكشف او يحكي بالموضوع بتجي هيك نوع من الرسائل لاجباره على تقديم نقل من المنطقه. بمعنى اخر، انت من برا المنطقه لو شفت شيء غلط لا تحكي ولا تسولف. اما ريهان علقت وقالت: حتى لو شو ما عمل ما بيصير يهدده هيك، وين عايشين بالمكسيك بتلاقيه مش صاحي. أما ابتهال فعم تقول: لازم عنا بالبلد يكون الواحد أخرس وأعمى، هذا زمن الشقلبة. تعليق من ديما بيقول: ولما تقرر تطلع من البلد وتحلف يمين ما ترجع بيزعلوا منك وبيحكوا عنك أنه ما عندك حب للوطن. بالتعليقات في كتير ناس برروا لمدير المستشفى تهديده للطبيب وقالوا أكيد في سبب بيستدعي لهذا الفعل، ولكن برأيكم شو ما كان السبب، معقول طبيب مدير مستشفى ينزل لمستوى التهديد بالقتل؟ ولا الأمر عادي؟ بالنهاية مدير المستشفى هو إنسان وبيحمل الخير والشر. شو بتقولوا؟